كانت تحت سلطة المغرب 4000 سنة. المغرب كان يحكم من برقة إلى طنجة ومن طنجة إلى نهر السنغال. ألم تقرأ التاريخ وتقول السحر ليس مغربية؟ المغرب يا أخي يحكم الجزائر 4000 سنة. من كان يحكم قبل العثمانيين؟ أليس المغرب؟ من الذي تعاون ضد المغاربة ومع العثمانيين ليقتلوا ليخرجوا المغاربة من الجزائر؟ أليس أنتم لا تريدون أن ندافع عن الأندلس؟ ندافع عن المغرب عيا مسكين يدافع عن ليبيا ضد والمغرب انتصر على فرعون. ألم تقرأ التاريخ بأن الملك المغربي الأمازيغي انتصر على فرعون؟ نحتفل إلى يومنا هذا بالانتصار على فرعون. اقرأوا التاريخ جيدا. المغرب يا أخي كان الجزائر كان تحت سيطرة المغرب 4000 سنة يا أخي. وأنتم لا تقولون الصحراء ماشي مغربية. الله يودي كيف الصحراء ماشي مغربية؟ الصحراء مغربية والموريتانيا نحن الذين قلنا لها نحن عينا ما عندنا ما نحكم من السلاح وداك الشيء. سيروا دافعوا على رزقكم، قال لهم محمد الخامس سيروا دافعوا على رزقكم. حنا راه عينا كنعاونوا الجزائر، عينا نعاونوا موريتانيا الله يجعل البركة. نفكوا غرب اسبانيا ونفكوا مع فرنسا ودي تنتحلوا بعدا حنا وديك الساعة يدير الله الخير. ولكن انتم تقولون نحن نعمل